إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر. في هذه الليلة كنتواجدوا ببيت أحد الفنانين الشعبيين، كنتواجدوا عند الفنان الشعبي عبد الغفور سهيل. عبد الغفور سهيل صاحب آخر أغنية واللي سالت الكثير من المداد، وهي أغنية الغربال اللي كتلاحظوا معايا فوق يعني على الشاشة حاليا، أغنية الغربال. فقناة الشعب، قناة شوف تي في، كانت سباقة باش تجي للبيت ديال الفنان الشعبي سهيل عبد الغفور باش طرح عليه العديد من الأسئلة، واللي من ضمنها كيفاش جات الفكرة ديال الأغنية ديال الغربال، وعلاش تم اختيار ديال الاسم هذا. العديد من التفاصيل اللي غادي تسمعوها معنا على لسان الفنان الشعبي ديالنا سهيل عبد الغفور. اللي ما كيعرفش سهيل عبد الغفور، فجاور العديد من الفنانين المغاربة كخديجه البيضاويه، العديد من الفنانين، العديد من الاسماء اللي غادي تسمعوا معنا على اللسان ديال سهيل عبد الغفور. لبنانيه من لبنان، يعني كما قلت غادي تسمعوا الاسماء ديال الفنانه اللي شاركهم الفنان سهيل عبد الغفور. اذا كنتمنى انكم ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا، تقضوا معنا سهره ممتعه خلال هذا الدردشه وهذا الحوار مع الفنان سهيل عبد الغفور. سي سهيل، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بقناة الشعب شوف تي في، كنرحب بكم في المنزل ديالنا، والف مرحبا وشكرا على الاستضافة، وكنشكر شوف تي في. دابا حنا اللي مستضيفين، كنت اللي مستضيفين بحال انتوما انتوما عيطوا ليا بحال عيطوا ليا، قلت لكم جو مرحبا بحال الف مرحبا بحال مرحبا. باقي غادي نستضيفوك عندنا ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا مرحبا مرحبا. بغينا نكونوا السباقين، كتعرف بان قناه الشعب وانتم الاولين، بعدا كنتوا السباقين. الاغنيه ديالي اللي غنيت على المنتخب الوطني، ايوه، لعبتوها دقه دقه، ايوه. هادشي علاش دابا الحمد لله بقينا متبعين كل جديد عند الفنان سهيل عبد الغفور. وملي سمعت هاد الاغنيه يعني كتحس بواحد القشعريره كتشدك، لانه علاش بحال كل واحد كيتصنت ليها كيمثل نفسه هو ذاك الانسان اللي تعرض للغدر. انا تفاجات، عيطوا لي فنانه، عيطوا لي فنانه كبار شعبين، كنشكرهم الاخوان نجوم الفيفستار، الاخ يوسف اللوزيني، الاخ سيمو القوشي، والاخوان المغنيسي، عيطوا لي شكروني على الاغنيه بزاف، شكروني حتى الاغنيه دي غنيتها على الوضع اللي كاين دابا. هادشي اللي كاين دابا، مابقاتش الصداقه، مابقاتش كنتي كتدخل صاحبك لداركم كفنان يجلس معاك ويتعاون معاك ويخدم معاك، دابا لا، ما كاينش، ما انت كتغني وخدام معاه وتشدو وتخلصو الدور يعيرك. هادشي اللي ولا دابا، هادشي اللي كاين دابا فهاد. واش ممكن اننا نقولوا واش هاد الاغنيه ديال الغربال، واش الفنان سهيل عبد الغفور واش غناها على الشخصيه ديالو وما تعرض ليه من الغدر، اولا غنيتيها بصفه عامه على الغدر اللي كتغرضوا ليه الناس؟ فعلا من انا الاول، بعدا الغدر كيجيو يجلسوا معايا وتيخدموا معايا وكيعرفوا على راسهم، ما كيعرفوا حتى واحد. كاين كنعرف اصدقاء صحابي عندهم ولاد خصهم يخدموا، ما تديهمش يخدموا. انا كندوي على نطاق العمل ديالنا، كاين اصدقاء ديالنا اللي فنانين، وكاين اللي شاد ثلاثه الخدمات اربعه الخدمات وما كيديش دوك اللي عندهم وليدات يخدموا. هادشي علاش انا طورت هاد الاغنيه، وبقيت شحال وانا كنكتب وكنلحن طاحت ليا في دماغي وغنيتها والحمد لله. يعني باش نقولوا بانه الكلمات ديال الاغنيه اللي كنتمناو الناس اللي كتشوفوا على الشاشه وكنتمناو الناس يسمعوها، علاش في واحد الكلمات كتقول غرب لي الغربال، غرب لدوك صحابي اللي ما صدقوش رجال هما سبابي في عذابي، اللي دير فيه الخير في الشده تكون معاه تلقاه منك يغير خيرك ديما ينساه. علاش هاد الحسد؟ وعلاش الكلام الخايب؟ علاش هاد الحسد؟ وعلاش الكلام الخايب مازال دور ليام ويبان فيكم العيب؟ والطريقه ربما حنا حاليا كنناقشوها خويا سهيل، كنناقشوها على واحد المستوى كما كنقولوا بحال هكا ديال دردشه.
اما هي الكلمات ديال الاغنيه والصدى ديال الاغنيه وحتى يعني الطريقه ديال الموسيقى والوتار، علاش وظفتي فيها الوتار؟ انا هون ما كنديش الوتار، هادو انا جاني غريبه المساله ديال الوتار. انا اللي كيعرف عبد الغفور، اللي كيعرف سهيل عبد الغفور كيعرفني عندي الجوق بالكامل جاتو. هذه بخصوصيا درت لها الوتار، كانت فيها واحد النوع من الحزن، كانت فيها نوع ديال الحزن وفيها ميساج. الوتار فيها ميساج، فيها ميساج لبعض الاشخاص. يعني انك دخلتي الوتار، هذا جديد على الفنان سهيل عبد الغفور. والوتار دخل بالكمانجات، دخل الوتار وسط الكمانجات. يعني حسيت به بانه تناغم مع ديك الموسيقى. الحمد لله، الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شكون مول الكلمات؟ انا مول الكلمات، ولا يعني الكلمات ديالي. لا، الكلمات ديالي، الحان ديالي. يعني كلمات والحان. وكنشكر اللي كنزيد نشكره من بزاف بزاف، والاخ بساط، استوديو بساط اللي كان معايا توا في تجاوب وفي تعاون معايا، اللي كنعطيه الشكر بزاف، الشكر الخاص. يعني كيتعاون مع ولاد الشعب. مع كل شيء، هذا السيد هذا خصو، هذا كنطلب شوف تي في يمشيو عنده الاستوديو ديالو وديروا معاه دردشه، راه عنده ما يتقال. اللي بغيت نعرف شنو السبب اللي كيخلي مثلا فنانه شعبيين بحال سهيل عبد الغفور، بحال العديد من الاسماء اللي بقات حتى غبرات، كما غبر ديال الاثار كما كنقولوا، شنو اللي كيخلي هاد الفنانه مثلا، واش ما كتعطيهمش فرصه، واش شنو الامور، شنو الاكراهات اللي كتواجههم باش ما كيوصلوش كما كنقولوا، كما وصلوا فنانه كبار، وصلوا للعالميه، وصلوا لان المغاربه كلهم ولاو عارفينهم، شنو السبب؟ انا الحمد لله هادو اللي كيتحاربوا معايا، اللي كيحاربوني انا، هما كيعرفوني انا شنو كنسوى. انا كفنان خدمت مع جهاد عقل فما يقدرش، مستوى عالي من العازفين الكبار ديال الكمان في العالم العربي. خدمت مع امل ماهر كعازف ايقاع، خدمت مع عبد الهادي بالخياط، يعني الاستاذ عبد الهادي بالخياط، الاستاذ دابا الحاج عبد الهادي بالخياط، كان استاذ عبد الهادي بالخياط، دابا الحاج عبد الهادي بالخياط. خدمت مع امل ماهر، خدمت مع صفوان البهلاوان، خديجه البيضاويه، خديجه البيضاويه الله يرحمها ويجدد على روحها، مات. جميع الفنانه زعما اللي في المستوى العالي خدمت معاهم. انا شكتي كدير النماري مع خديجه البيضاوي. خدمت مع فاضل شاكر، اعتزل دابا، خدمت مع بالايقاع، خدمت مع رامي عياش اللبناني، اول سهره لي في المغرب انا اللي خدمت مع بالايقاع، خدمت مع فنانه كبار. تحيه لهذ الفنانه كامل، تحيه خاصه، والله يرحم، الله يرحم اللي مات، والله يطول العمر في المباقي. شنو السر ديال الفنانه الله يرحمها ديال خديجه البيضاويه؟ كنتي ديما كدير مع النمرات، كنشوفك معها بزاف، واش كانت يعني علاقه ديال عائله، واش كانت علاقه ديال لا ديال خديجه كنت عزيز عليها انا بزاف، الله يرحمها ويوسع عليها. انا خديجه اللي غتموت ماتت امي قبل منها بشي 4 شهور، عيطات لي هي، عزتني في امي الله يرحمها، عزتني في الوالده الله يرحمها، تي الله يرحمها ويجدد عليها. خديجه كنتمنى كاع الناس يكونوا بحال خديجه البيضاويه، يوصلوا لذاك المستوى ديال خديجه البيضاويه، لا في الاخلاق ولا في الغناء، في العيطه، نجمه العيطه، ولا بزاف د الحوايج. واش ما نقدروش نقولوا خويا عبد الغفور، ما نقدروش نقولوا بانه غياب ديال الام الله يرحمها هو اللي خلاك انك حسيتي بهد بانه خاصك دير الغربه للصحاب؟ كنت حبست انا، حبست، كنت حبست الغناء واحد المده، حبست، حتى كاين شي اصدقاء كانوا كيجيو عندي هنا، كنا كان شي حوايج ما خصنيش نقولهم. كانت هذه زاويه، كانت زاويه، كانوا كيجيو يجلسوا هنا، مات امي ما جاوش عزاوني، حتى هذيك الباكه في راسك ما جاوش عندي، قالوا لهذ الدرجه هذه كاين الدار حدا الدار وما جاش عندي. ملي كيتلاقاو معاهم عباد الله كيقولوا لهم علاش ما مشيتوش عند سهيل عبد الغفور تعزيو، قالوا لي لا كاين شي موسيقيين تما ما بغيناش نشوفوهم. العزومه فيش ما بغيناش نشوف، ولكن هذا الشيء ما ضرنيش في خاطري، هذا الشيء موت راه موعظه، هذا الشيء ماشي مشكل، هذا الشيء ماشي مشكل، وانا ربي غانيني، كنمشي كندير سهرات في اسبانيا، كنمشي لفرنسا، كنخلي حتى بلادو، كنحمد ربي وتنشكرو، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بما انك غادي اسبانيا، غادي ان شاء الله في الشهر، عندي واحد السهره في اسبانيا وعندي سهره في باريس، اذا سهل الله ان شاء الله. شنو انا غنعاود نرجع معك لهذ المساله، لانه هذه المسائل هذه كتوجعنا احنا اصلا، اولا كمغاربه كتوجعنا كناس اللي كما كنقولوا كنعرفوا الفنانه ديال ولاد الشعب. شنو هو ربما حاليا ما الفنان سهيل عبد الغفور ما غاديش في الوسط الفني ربما معروف، ولكن في الاوساط الشعبيه ربما معروفش بديك المكانه مثلا اللي كيخصو يستحقها. لا بالعكس، لا بالعكس، الناس كيموتوا عليا كيموتوا عليا في الاحياء الشعبيه اللي قلتي لي عبد الغفور. لا ما كنتكلمش على الاحياء الشعبيه، كنتكلموا على المستوى الاعلامي. احنا ما كنتكلم على المستوى الاعلامي، المستوى الاعلامي دزت في النجوم الاولى،
دزت في دوزهام مع الاستاذ الكبير صالح الشرقاوي مع الفرقه العربيه، كنت كندير الايقاع في عده سهرات. دزت في النجوم الاولى، ودزت دابا مؤخرا دابا دزت في راديو مارس. زعما ماشي، الحمد لله والحمد لله. غير رغم ذلك، واش كتحس بانك يعني نلتي ما تستحق ولا باقي؟ كل صراحه دابا عندي، دابا اللي كنتلاقى معاه، انا نهار الاحد كانت واحد الحفل كان فيه رشيد المغيني وداتني انس، تحيه للفنان، سالنا الفنان رشيد المغيني، فنان كبير وفنان متخلق بزاف انسان خلوق معروف الى اقصى درجه، لا ولا الفرقه المجموعه ديالو كامله ولا الاخوان ديالو الله يكمل عليهم، السلام عليهم، مرضي الوالدين، الحمد لله، مرضي مرضي الوالدين ومرضي الموسيقيين. مضيف داك السيد الله يعمره، مرضي مع والديك يكون مرضي مع كل شيء. نهار الحد شافني كنغني، قال لي، سولني قال لي انت بديتي؟ قلت له عندي 40 سنه في الدومين، ما دخلتش ليه ال... ها اللي قلت لك. يعني واش وصلت للمعلومه؟ باقي عندي الفيديو. قال لي ما يمكنش انت عندك 40 عام في الدومين وكتغني هذا الغناء هذا وما بنتيش. دابا واش تواجدتي معايا؟ اذا ها هو، اذا كان تحيه للفنان رشيد المريني، ها هو الكلام اللي تكلمت مع خويا سهيل عبد الغفور عليه، هو هذا. يعني احنا ما كنفهموش، احنا احترامنا لكل فنانه، ولكن كاينين بعض الفنانين اللي ما خدوش الحق ديالهم كما يجب، كما يستحق. كاينين فنانه دابا خدامين مشهورين، اذا قلت لكم باش خدامين ما غاديش تقدروا تيقوني. اكيد كما قلتي، شوف كل واحد كيعرف. انا كسهيل عبد الغفور نقدر نفضل نبقى في دارنا، ما نخدمش نمشي عند نكافه ندي لها سنسله ولا ندي لها صباط هاديه باش نخدم، ما تعطينيش الخاطر ديالي وانا عندي 40 عام في الدومين وانا قبال من ديك النكافه، ما تعطينيش الخاطر ديالي، بغيتي باش خدامين هاد الناس دابا حاليا؟ يعني البعض، ماشي الكل. لا ماشي الكل، لا ماشي الكل، لا البعض. ماشي الكل، بعض الناس، البعض البعض. اكيد بلا ما نجبدو سميتهم هما عارفين روسهم. لا عارفين راسي، عارفين. دابا انت ملي تكلمتي راه رساله، وحاليا راه تيشوفوا فينا، دابا نيت من نشوف الرساله وصلت، وتنقول لهم مرحبا بكم والله يهديكم، والميساج راه وصل. كيف ما قلنا، احنا كنا كنتمناو اننا نطلقوا الاغنيه، لانها اغنيه جميله وجميله جدا بصراحه، اغنيه اللي الا تصنتي ليها كتحس. لا غير بلاش، حيت لانه كيما قال باش ما نوقعوش في، رغم ان الاغنيه راه كتعلق بالفنان ديالنا، وهو صاحب الاغنيه، هو صاحب الكلمات وصاحب الالحان، وحتى كذلك حتى موزع ديال الموسيقى، فتهو موزع، هو الاخ بساط، هادشي اللي قلنا، يعني الاخ بساط، حتى الموزع فهو بطبيعه الحال هو الزميل ديالو الصديق ديالو، ولكن اكيد غادي نخلو هادشي الفرصه مقبله بحول الله. غير كنتمنى انه الانسان اللي تصنت لديك الاغنيه ويعيش مع ديك الكلمات، رغم انها ربما فيها شي 3 دقائق، شي 3 دقائق وشي حاجه، 3 دقائق وشي حاجه، 3 دقائق وشي حاجه. انا حيت منا كاينين واحد الكلمات خون حيدتهم، قلت بلاش ما نزيدش نضرب بنادم، حيت كاين اللي سمحوا لي، كاين اللي سمعها وصيفط لي كومونتير بحال ضغطوا خاطرو، كيصيفط لي ميساج كيقول لي واش معايا؟ لا برافو برافو، الميساج وصل. وحق الله القسم، برافو راه الميساج وصل. انا اللي عندي اليقين فيه هو انه هذه الاغنيه غادي يتم التداول ديالها، عرفتي علاش؟ غيولي كل واحد بغى يضرب شي واحد. ان شاء الله انا خدام في واحد العمل اخر بحال هذا الشكل، بحال هذا الشكل، ولكن ان شاء الله نفس اللون الموسيقي، نفس اللون، ولكن غنحيد الوتر. ربما لقيتي راسك. الحمد لله. لا لا، اذا قلتي غتحيد الوتر، اذا احنا ربما، انا بالنسبه لي، انا ما غاديش نتكلم على طبيعه الحال، الاغنيه هذه كنت غندخلها بالكمانجه، ولكن بالوتر عطات واحد، عطات واحد النغمه اخرى، عطات واحد الصاد اخر، عطات واحد الصاد اخر، عطات واحد. قالوا لي دير الكمانجه، قلت لهم لا غندير الوتر ونشوف، خرج الوتر مزيان غندير الوتر، لا انا خرج الوتر غندير الكمانجه. انا ماشي متخصص في هذا المجال الموسيقي، ولكن كنتمنى الناس الى استمعوا لها اكيد غادي يعرفوا ذاك اللحن اللي داخله مع الوتر. تحيه لهذاك الاستاذ اللي كان كيضرب الوتر، الاخ العلالي، عزيز العلالي، والاخ بساط. يعني انا كنتكلم على الوتيري، دارها بواحد، وكنشكر الاخ خويا نور الدين بيتهوفن اللي كان معايا في الاستوديو، كيعطيني تعليمات وكيزيد يشجعني، كيعطيني تشجيعات خاصه الاخ نور الدين بيتهوفن. اذا كما قلت، كنتمنى انه الى اكيد اللي عنده شي اذن موسيقيه غادي يسمع هذيك الاغنيه بهذيك الطريقه باش مصوبه،
الطريقه ديال الوتار، كنعرفوا بان الوتار عنده واحد التراث مغربي. الحدود هاد يعني ربما المغرب كيتميز بهاد الموسيقى ديال الوتار. تحيه كما قلت لهاد الاستاذ اللي كان كيضرب الوتار، لانه موسيقى خصوصا مع الكلمات ومع اللحن. وسمعوا الناس، سمعوا الاخوان، سمعوا الاخوان في باريس، وصيفطوا لي لي كومونتير كيشكروني اخوان في باريس على الجهد، الاصدقاء ديالي، وعجباتهم الكلمات وعجبهم الالحان، والحمد لله ده فضل من عند الله سبحانه وتعالى. واخا مثلا شحال يقدر يكون مثلا الماكسيموم مثلا ديال الاغنيه والمينيموم مثلا؟ ربما حيت كاين اللي مثلا ما غاديش تكفيه ديك 3 دقائق وشي حاجه، او ربما 4 دقائق ما كايناش. حنا ما بغيناش نديرو فيها 6 دقائق باش ما تملش. لا دو اعطيني قلت لك انا الاغنيه، اعطيني مينيموم ماكسيموم جوج. الا بغات تكون مثلا مقبوله والناس تصنت ليها 5 دقائق 4 دقائق، انا درت فيها 3 دقائق باش تبقى حلوه، تبقى زوينه. 3 دقائق وشي حاجه كتبقى حلوه. يعني يقدر يدير الانسان في البروفيل ديالو. بروفيل ديالو يدير في البروفيل ديالو. تحيه للفنان ديالنا سهيل عبد الغفور. الحمد لله اننا كنا القناه الاولى السباقه، قناه شاب، قناه شوف تي في سباقه الاغنيه ديال الوطنيه اللي على المنتخب الوطني اللي كان الكلمات ديالها حسن شجيع، والالحان ديالها حسن شجيع، والتوزيع بساط، وغناء الفنان سهيل عبد الغفور. عندك علاقه مزيانه مع الاخ بساط؟ بزاف، من اطيب خلق الله، وكيساعد الناس كامله. ماشي انا، تحيه للناس كيساعدوه. تحيه للاستاذ، تحيه للاستاذ، واخا ما كنعرفوش تشرفنا بالمعرفه ديالو. تحيه للاستاذ محمد بساط. ولكن كما قلت كنتمنى انه الفنانه ديال ولاد الشعب تعطاهم فرصه انهم يبرزوا المواهب ديالهم، خصوصا الى تكلمنا كيف ما قال، تحيه من هذا المنبر للاستاذ رشيد المرنيسي، من اللي سمع منصف المرنيسي. لا، اللي تكلم معك في العرس قلتي. منصف المرنيسي، اخوان المرنيسي. اللي كان اللي رشيد اللي قلتي لي. لا، منصف واللوزيني، يوسف اللوزيني ديال فايف ستار. يعني بالنسبه لنا ملي كيولي فنان كيقيم العمل ديالك وكيعرف بانك هادو فنان، هادو الاخوان هادو اللي ذكرت لك دابا ديال الفايف ستار، هما اللي كاينين في الشعبي، اللي كي هما اللي كاينين، هما الممتازين في الشعبي. تحيه لهم. وعيط ليا وشكروني وكتبوا عليا كومونتير زوين تحيه لهم وشكروني. الحمد لله هذا فضل من الله. شكرا. اذا كيف ما قلت، اذا كان حيت الفنان اللي كيكون القلب ديالو بيض، اكيد ملي كيبغي يقيم واحد الفنان اخر واخا يكون ماشي نقولوا اقل منه فنا، ولكن اقل منه حظا، ربما ما موفرش ليه الحظ بشكل كبير، فملي كيبغي يقيمه فاكيد اذا كان كما قلنا القلب بيض كيعطيه القيمه ديالو، كيقول لي بانك انت فنان كيفاش ما وصلتيش هذه مده. اذا هذا الشيء هو اللي خلانا كما قلت كقناه الشعب اننا نجو للبيت ديال الفنان سهيل عبد الغفور، نشوفوا الجديد اللي جابيه اللي هو الغربال. لمرة أخرى كنتمناو الناس يسمعوا هذه الأغنية هذه كما قلت لأنها تستحق المشاهدة. أغنية فن متزن، فن نقي كما كنقولوا، ما فيش خدش. تقدر تصنت لها مع العائلة، تصنت لها يعني، وتقدر تحط نفسك أنت هو ذاك الشخص، وأنت هو اللي كتغنى عليك هذيك الأغنية، لأنه أكيد فينا بزاف اللي تعرض للغدر من اعز الناس ومن اعز الاصدقاء. لهذا فكما قلت فاغنيه تستحق التشجيع وكتستحق المشاهده وكتستحق انه الانسان يستمع لها. اذا اكيد ماشي هذه هي الفرصه الاولى او الاخيره اللي غنتكلموا فيها مع الفنان ديالنا سهيل عبد الغفور. ان شاء الله غادي نستضيفوه بمشيئه الله في استوديو قناه الشعب، استوديو شوف تي في، باش نتكلموا معاه بشكل مفصل، وإلا سمحت الظروف وسمحت القوانين نسمعوا مجموعين الاغنيه ديال الغربال للفنان سهيل عبد الغفور، يعني في البلاطو، يعني امام مشاهدين الاوفياء ديال شوف تي في. اذا حتى لهنا ان شاء الله، الله يرحم الوالده والله يرحم جميع، يا ربي امين، الله يرحم جميع امه محمد، والله يهدينا كامل، الله يهدينا جميعا، ماشي يهديو معهم، يهدينا جميعا كلنا. وان شاء الله كان اللي كنطلب به اللي خدام وعنده جوج خدامي ثلاثة، يصيفط واحد عنده وليدات يخدم، وما كاين على الموت.
وما كاين على الموت هادشي اللي كان. ونعم بالله ونعم بالله. اذا باش ما نطولوش عليكم، كما قلت كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الحديث الشيق مع الفنان ديالنا سهيل عبد الغفور، صاحب اخر اغنيه اللي هي الغربال. عاود لي الكلمات. غبر يا الغبال، غبر دوك صحابي اللي ما صدقوش رجال، هما سبابي في عذابي. علاش الغد اللي دير فيه عاد بلا مش طاجي مكلفتي. لا عم شوات غبر يا الغبال، غبر دوك صحابي اللي ما صدقوش رجال، اللي ما صدقوش رجال هما سبابي في عذابي. كلفت والله الا عاد شويه عاد شويه غنيها باش تعقل عليها. غبل يا الغبال، غبل دوك صحابي ما صدقوش رجال هما سبب عذابي. اللي دير فيه الخير شدها تكون معاه، تلقاه منك كيغير خيرك ديما ينساه. غبل يا الغبال، غبل دوك صحابي ما صدقوش رجال هما سبب عذابي. اذا غربل يا الغربال، غربل دوك صحابي اللي ما صدقوش رجال هما سبابي في عذابي. الله يهدينا على نفسنا والله يهدي ما خلق. حتى لهنا غادي نهيو هذا البث من هنا من المنزل ديال الفنان ديالنا سهيل عبد الغفور. كنذكركم بان الحمد لله كنا اول قناه ديال الشعب اللي كتجي لعند الفنان ولد الشعب سهيل عبد الغفور وكتجري معاه هذا الحوار. وقبل ذلك كان حوار في المونديال ديال قطر 2022، اكيد العديد من المغاربه تبعوه. وهذه قناه الشعب اكيد كتمشي عند ولاد البسطاء ولاد الفقراء. اغنيه شافها سميتو المدرب ديالنا وليد الكراكي. كان شاف اغنيه في المونديال، كنا صيفطنا الكاتبه ديال المنتخب الوطني اخت ساكنه عندنا في الحومه، وعطاتها للكراكي شافها وعجباته الاغنيه. الحمد لله. اذا تحيه للمدرب وليد الكراكي، تحيه للمنتخب الوطني المغربي، تحيه للمنتخب، تحيه للجامعه الملكيه، تحيه لكل المغاربه من طنجه للقويره. واكيد القادم احسن، القادم اجمل، القادم افضل باذن الله. تصبحون على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تي في، من هنا من منزل الفنان سهيل عبد الغفور صاحب اغنيه غربل يا الغربال، غربل دوك صحابي، يحييكم. الى اللقاء.